هل ممكن يجي وقت الكايروكي يعملوا فيلم زي باندي عن صعودهم؟ ممكن، بس ممكن ما اعتقدش لو رحلة قصة حياتنا، مش لازم احنا يعني، مش اعتقد احنا اللي هنمثلها، ممكن يبقى بقى ممثلين يعني، يعني حقبة زمنية كنا اصغر من كده. ايوه زي ماجد كده، ما هو احمد عز اللي هيعمل شخصيه. بالظبط. انت تحب يعني، انتوا تحبوا انه يتعمل ده؟ كان اتعمل تجربه قبل كده كتاب، ولا كمان قعد معاه فتره معايشه وكان كتاب حلو قوي. انا بسمع ان هو حلو، انا قريته يعني في الاول. هو مش بيناقش قوي كايروكي على فكره، وبيناقش برضو الوقت الزمن اللي كايروكي جت فيه يعني، هو بيتكلم في امور كتير تانية يعني. بحب الكتاب يعني. صفتك راجل يعني من اهم الموسيقيين اللي موجودين دلوقتي في كتر موسيقى خيرك. البندات، ليه مفيش وجود اختلافات كبيره بين الناس اللي موجودين على الساحه دلوقتي؟ تحس ان في حاجات شبه بعضيها قوي. بص، هما بيستخدموا نفس التولز ومنفتحين على بعض، ودي مشكلة يعني. أنا مثلا بعمل أغنية بحط البيس درام، هي نفسها في كل الأغاني، دي حاجة عمرها ما كانت بتحصل على فكرة. نفس السنير اللي طالع موضة هو ده اللي هحطه في كل الأغاني، نفس السوفت ويرز اللي بتشتغل بيها هي اللي أنا بشتغل بيها، نفس الموسيقيين اللي بيسجلوا تقريبا في مصر بيسجلوا كل الناس، فالموضوع بقى كله في بيتها كده يعني. نادي تاني حاجة، وأنا شايف ده أكتر بكتير، الانفتاح اللي هو فكرة يعني. زمان أنا بعتقد كان في مساحة للأوريجيناليتي أكتر، أو يبقى في أصالة أكتر، عشان خاطر أنت مثلا بوب مارلي مثلا، ده واحد عايش في جامايكا في البتاع، عمره ما قابل بوب ديلن اللي عايش في أمريكا في كنتاكي، عمره ما قابل بيتلز اللي عايش في إنجلترا، عمره ما قابل الرولينج ستونز، عمره ما شاف أم كلثوم، عمره كل دول ما شافوش بعض. فكل واحد فيري أوريجينال من المكان اللي هو طالع فيه، بيعبر عن المناخ اللي حواليه، بيعبر عن افكاره، فكان في تنوع وعوالم مختلفه. لكن دلوقتي بسبب الانترنت كلنا شايفين بعض، فبقينا شبه بعض شويه. كايروكي قربت من 20 سنه موجوده في السوق، لها تاثير ولها جمهور كبير، مش بس في مصر، في العالم العربي الحمد لله. ايه الحلم اللي انتوا لسه بتسعوا انكم تحققوه؟ تعرف باند اسمه رولينج ستونز كده، باند ناس كبار قوي عواجيز، احنا نفسنا زيهم لغايه لما نعجز خالص كده نبقى مع بعض. بالظبط.